جهاد جريشة معايا على التليفون. يا كابتن جهاد مساء الفل. ابراهيم، مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدينك. من الساعة 11 كابتن جهاد جريش هيبقى موجود معانا يا جماعة. كابتن جهاد جريش هيبقى موجود، كابتن جهاد جريش هيبقى موجود معانا. ازيك يا كابتن جهاد؟ كل سنة وانت طيب يا ابراهيم. انا قلت انت لسه مكمل في العيد وبتذبح دلوقتي ولا حاجة و... لا ده خلص يا ابراهيم، خلاص كل سنة وانت طيب. طب امال ايه؟ طيب اخبارك يا كابتن جهاد؟ كله حلو؟ كله زي الفل الحمد لله، يا رب الحمد لله دايما رب يا حبيبي، العالمين. يا رب دايما. طيب خلينا نخش في الحالات التحكيمية بقى لمباراة الأهلي، والبداية كانت في الدقيقة 11 هدف ملغي لفيوتشر كان بداعي التسلل على أحمد عاطف. قول لي رأيك إيه؟ بص يا ابراهيم، اللعبه دي اللي مش لعبه مساعد، المساعد احتسب في الملعب تسلل، واللعبه صعبه جدا. اللعبه دي لعبه فار. طيب انا بتكلم مع الفار لما تيجي تحدد النقط، بنتكلم احمد عاطف التقدم بجزء من الجسم اللي هو الكتف النص الكم اللي هو ما فيش فيه تسلل، حط النقطه وعمل خط الراسي مظبوط، النقطه صحيحه وخط الراسي مظبوط ونزله الارض. النقطه اللي بنتكلم عليها لاعب النادي الاهلي، الرجل اساسا اخر مكان اقرب لخط مرمى النادي الاهلي هي رجله، فانت مش محتاج تعمل خط راسي خالص، الرجل على الارض، وبالتالي ترسم من نهايه الرجل النقطه اللي هنرسم منها خط التسلل. القدم نفسها لازم تبقى بره النقطه دي، يعني القدم نفسها ما ينفعش الخط يبقى في نص القدم. ايوه، اللي انت بتتكلم في الخط الازرق ده لازم، الخط الازرق اللي نازل من فوق ده المفروض رجل اللعيب تبقى براه مش جواه، صح يبقى كده؟ بره مش جواه، وبالتالي انت بتتكلم في مليمترات. الخط لما اترسم بالمنظر ده، انا على فكره عندي في كوره بلس برسم الخطوط دي تاني. فالخط لما اترسم بالمنظر ده انت غطيت، عملت لاعب فيوتشر في موقف تسلل، وده مش صحيح. اللقطه دي ابراهيم بربطها لك باللقطه اللي عملتها برضه السنه اللي فاتت، نفس الكلام ده. ايوه، الماتش فاركو والاهلي نفس اللقطه. اذا الغاء التسلل هنا لم يكن صحيحا، واذا ده هدف بقى المفروض كان يتم احتساب. بيوتشر مليون المية تم الغائه، وبتتكلم ان النقط اللي اتحطت بصورة غير صحيحة. ماشي الكلام. نروح للدقيقة 16، عرضية لفيوتشر كانت من الناحية اليمين، وحصل خرجها لعيبة الاهلي وحصل اعتراض من لعيبة فيوتشر بوجود ضربة جزاء بسبب لمسة يد، كانت في الدقيقة 16. هل هي كذلك ام لا؟ الصورة واضحة جدا، ما بكلمش على وضع اليد خالص، انا بتكلم الكورة جت في جنب لاعب النادي الاهلي، ما جتش في ايده خالص، وبتتكلم ان استمرار اللعبة كان قرار صحيح من الحكم ومراجعة صحيحة من حكم الفار. جت في جنبه الحتة البيضة اللي من التيشيرت دي. بالظبط، ما جتش في ماشي الانتهى النهائي. ماشي، الدقيقة 40 يبقى الكورة دي ما فيهاش حاجة. الدقيقة 40 حكم المباراة بيلغي هدف للاهلي كان سجله ياسر ابراهيم بعد ما رجع للفار، فما هو رأيك؟ نفس الكلام، بنتكلم على النقط. النقطة المرة دي اترسمت، يعني في نقطة اترسمت غلط برضه في النقطة دي، هنا حكم الراية، هنا حكم الراية ما رفعش يا كابتن جاد، حكم الراية ما رفعش، حكم الراية احتسب الهدف. احتسب الهدف. بص يا ابراهيم، انا في عندي برضه بتكلم عن النقط اللي تم، اللي احنا غلطنا فيها في اللقطة الأولانية، غلطنا فيها هنا. بس اللي ساعده القرار يطلع صح ايه؟ المسافة اللي كانت موجودة. مسافة تسلل علي معلول كانت موجودة، مفيش فيه مليمترات تفرق معاك. وبالتالي احنا بنتكلم على القرار صحيح، تسلل موجود، لكن برضه رسم الخطوط فيه حاجات. لما الرجل لما تبقى في الارض مش محتاجه خط راسي، نفس الخطا اللي في اللقطه الاولانيه بتتكلم ان عمل خط راسي. طب ما هو معنى كده لو لا هاتوا لي الخط تاني يا شباب عشان الجمهور انا يبقى معاك. معايا. طب ما هو معنى كده لو الخط اللي فوق ده اتشال يبقى الخط اللي عند رجل اللاعب ده لازم يبقى براه زي ما قلنا المره اللي فاتت كده، ممكن يبقى قريب شويه من علي معلول. ما انا مش مختلف معاك، انا بقول لك الترسمة غلط برضه، بس اللي المره دي ليه القرار طلع صح؟ لان المسافه بتاعه تسلل علي معلول تسمح بده، وبالتالي انا بكلمك انا يعني رغم ان هي اترسمت غلط انت حضرتك شايف انه برضه معلول كده كده تسلل. صح بالظبط كده، انا لما رسمتها برضه علي معلول المسافه دي سمحت بالخطا يترسم في الخط، لكن برضه القرار. احنا بنطبق البروتوكول غلط اصلا بتاع الفار ده ولا ايه؟ ولا احنا بنرسم غلط واحنا مش عارفين نرسم؟ لا، الرسم تحديد النقط ما كانش مظبوط يا ابراهيم، وبالتالي ده عامل بشري اللي بيحط النقط. بعدين بقى بنتكلم ان تدريب وتدريب مستمر عشان ننجح. الكلام ده عايز تدريب يا ابراهيم وعايز شغل عشان ننجح نوصل للقرار الصح صحيح، في مش عايز الاخر. موحى. صح. طيب في الدقيقه 82 كان في مطالبات من لعيبه الاهلي، يبقى الكره الهدف ده حضرتك شايف انه هو اتلغى. بس هي جت معاهم باي لك يعني. ماشي هي كده؟ جت معاهم، بقول لحضرتك مع الخطأ اللي موجود في رسم الخطوط، لكن الكرة طلعت صح. ماشي، الأهلي كان بيطالب بضربة جزاء في الدقيقة 82. يعني لعبة؟ الكرة اللي هي بيرسي تاو جت في اللاعب بتاع مهند، ده مهند لاشين. لا، بص يا ابراهيم، نفس الكلام، الكرة ما جتش في الإيد تمام، الإيد فوضى لا في طبيعي، لكن الفخذ. مش هنتكلم على الوضع.
مش الكاميرا راضي خالص، الكوره جت في رجل اللاعب تماما، وبالتالي مفيش ركله جزاء في اللقطه دي، وقرار حكم صحيح ومراجعه الفار مراجعه صحيحه. كابتن جهاد بشكرك شكرا جزيلا يا صديقي العزيز، بشكرك شكرا جزيلا، كل سنه وحضرتك طيب. كابتن جهاد جريشه خبرنا التحكيمي، وبرضو جماعه خوته الدماغ بتاعه الفار، مره الفار بيترسم غلط، مره الفار بيتحط نقط غلط، مره البتاع انا من اول الدوري انا عمال اتكلم في نفس القصص ديت. طب احنا مش عارفين احنا لا عارفين نحكم ولا عارفين نستخدم الفار ولا عارفين نرسم النقط ولا عارفين نرسم الخطوط. نفتح كشك نبيع فيه اي حاجه، والله سهلة اهو، سهلة ايه؟ انت لا عارف تحكم ولا عارف تظبط تسلل ولا عارف ترسم فار ولا عارف ترسم نقطة ولا عارف ترسم خط، برم يعني؟ ايه الشغلانة بقى دي اللي معلم بالله ربنا دي يا جماعة؟ يا باشا خلينا نهاتي، يعني هنقعد نهاتي وانا هاتي وانت تهاتي وكلنا نهاتي، هاتي في المتهاتي يا باشا.